ما بين دهاليز الحياة وبين واقع حتمي، نمر بقطار سريع بين محطات الأمل ومحطات الحلم والعثرات، نفيق على حلم وعلى واقع حقيقي منبعه العمق. مشاهدينا الأعزاء، أهم القضايا الاجتماعية نطرحها بعمق وحيادية في برنامجكم عمق الحقيقة. يهمنا آرائكم ومساندتكم ودعمكم وتعليقاتكم. عمق الحقيقة هو منبر لكل المصريين. عمق الحقيقة هو منبر لكل المصريين. هنتكلم النهاردة عن حلقة مهمة جدا، الحلقة دي بتهم كل أسرة مصرية. هنتكلم عن جهود الدولة في مبادرة الرئيس السيسي وطرحه المبادرة القومية لعلاج ضمور العضلات، وإزاي تم بدء تدشين عشرات المراكز على مستوى الجمهورية لعلاج ضمور العضلات، وتم إعداد قاعدة بيانات كاملة لتحديد أنواع الإصابات وتوفير العلاج اللازم. وهنتكلم كمان عن الخلط بين ضمور العضلات وبين الضمور الشوكي ومرض الدوشن وأعراضه. هنطلع نشوف الفيديو جراف ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. سألنا سارة بتحلم بإيه لبيتها؟ بحلم بكتير، بوتاجاز بيلت إن، مايكرويف كبير ويكون فيه شواية، تلاجة كبيرة وتخلي الأكل فريش، كيتشن ماشين، فرن يساعدني في عزومة كبيرة، تكييف يخلي الدنيا شتا في الصيف، وغسالة تخليلي هدوم أولادي جديدة، تلفزيون يخليني أعيش جوه الفيلم، وفوق ده كله يبقى في مكان واحد أخطر منه كل ده. كل ده عندنا يا سارة. راديو طلعت 2000، خبرة وثقة من سنين كتير، ولو على الاختيارات مفيش أكتر منها. هتقدري تتفرجي وتختاري أجهزتك الكهربائية بكل الأنواع والأشكال اللي ممكن تحلمي بيها، وكل ده في أي فرع من فروع راديو طلعت 2000. ولو عايزة تسهلي على نفسك أكتر تقدري تدخلي على أبليكيشن راديو طلعت 2000 واحلمي براحتك. راديو طلعت 2000، كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه. قد إيه الأطفال والكبار بيعانوا من المرض، وقد ايه الموضوع مؤلم جدا لما تلاقي الطفل مش قادر يساعد نفسه ولا يتحرك بابسط الامور. طبعا الموضوع بيبقى مؤلم جدا بالنسبه للاباء وللامهات، شايفين اولادهم وابنائهم قدام عينيهم مش عارفين يتحركوا، مش عارفين يساعدوا نفسهم. فالموضوع مؤلم جدا طبعا يا جماعه، والموضوع صعب جدا، والناس دي بتعاني معاناه كبيره جدا مع اولادها. وطبعا احنا يعني النهارده هنعرض كل التفاصيل، وان شاء الله تكون معانا ضيفه النهارده متخصصه ان شاء الله هتعرض كل التفاصيل وهنتكلم في كل الجوانب، وهنسلط الضوء على الموضوع لان الموضوع مهم جدا. طبعا في اكتر من حد اتكلم في الموضوع وتناقش فيه، وناس ناقشته من كل زاويه، بس احنا النهارده بنناقشه من زاويه مختلفه وجمعنا كل التفاصيل فيه. وان شاء الله هنتكلم برضو في المبادره الرئاسيه وايه الجوانب الايجابيه بتاعتها، وهنتكلم عن القوافل اللي موجوده في مصر اللي بتساعد الناس دي، برضو بتساعد الاطفال بقدر المستطاع. ومعانا برضو تقرير صورناه مع حالات مصابه في محافظه السويس، برضو ان شاء الله هنعرضه لحضراتكم هتشوفوه. فان شاء الله يعني املين ان احنا نوصل الفكره ونوعي الناس بقدر المستطاع، لان الموضوع مهم لازم نسلط عليه الضوء، ولازم الموضوع آملين ان شاء الله ان الدوله يعني تهتم بالموضوع وتبدا تركز عليه، لان اطفالنا طبعا هم المستقبل في الفتره المقبله ان شاء الله. ونتمنى باذن الله ان يكون الموضوع واضح للجميع، وان شاء الله النهارده نقدم حاجه تعجبكم وتكون كويسه بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله. هنطلع ناخد الفيديو جراف وهنرجع لحضراتكم مرة أخرى.
وزي ما قلنا لحضراتكم طبعا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طرحها، اللي المبادرة القومية عشان لتدشين الحملة، ونعرف تبقى في مراكز إعداد وقاعدة بيانات كاملة لكل المصابين على أساس إن يتعمل لهم حصر وقاعدة بيانات ويحصل اللازم بعد كده في العلاج، ويكون في جانب إن شاء الله من العلاج في الفترة المقبلة. وإن شاء الله هنطلع دلوقتي نشوف تقرير مع إحدى المصابين في محافظة السويس ومعاناتهم مع المرض. هنطلع نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية، انتظرونا. أنا اسمي شريفة مطوع أو الملقبة بشريفة ضمور عضلات، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلات، واللي كنت المؤسسة للجمعية مع عدد من المرضى. أهداف الجمعية منذ أسست هو خدمة ورعاية مرضى ضمور العضلات. لرعاية مرضى ضمور العضلات كان وقت تأسيس الجمعية ما كانش لسه في أنواع علاجات ظهرت لأي نوع من أنواع الضمور، لكن حالياً في أكثر من نوع لهم علاجات. لو ملناش علاج فإحنا لنا الحق في الرعاية. لازلنا بنجري وراء هدفنا، مش هقول حلمنا لأنه هو هدف وإن شاء الله يحقق قريبا بعون الرحمن، اللي هو انشاء مستشفى. لان الضمور مش بس بيأثر على الاجهزه الحركيه، لا ده بيأثر على الاجهزه العضويه الى ان يصل للقلب ويؤدي الى الوفاه. بس العلاجات فوق طاقه الجمعيه، يعني الجمعيه بتقدم الخدمات المعنويه والماديه بس على هيئه كرسي كهربائي او تحليل معين او صرف روشتة، زي ما احنا بنقول اللي هي الرعايه الاوليه. بالظبط كده، لان امكانيات الجمعيه لازالت محدوده، فالجمعيه لسه مش معروفه بالشكل الكافي، وبالتالي امكانياتنا محدوده. الدعم بيجي لنا بشكل محدود قوي. عندنا مركز علاج طبيعي بيدعم المرضى في السويس. ان شاء الله ربنا يوفقكم بالنجاح ان شاء الله وبالاستمراريه ان شاء الله. ومعانا الأستاذ كريم محمد المتحدث الرسمي باسم الجمعية، طبعا هيقول لنا برضو نشاطات الجمعية وهيقول لنا برضو نبذة عن الجمعية. أهلا أهلا بحضرتك، في البداية بشكر حضرتك إن أنا دعمت الحقيقة، وبشكر قناة الصحة والجمال من أول القنوات اللي سلطت الضوء على ضمور العضلات في الجمعية. بالنسبة للجمعية أنشئت في 2016 شهر 5 جمعية مشهرة، وكان طبعا الهدف الاساسي الاول هو مريض ضمور العضلات، لان القائمين على الجمعيه هم مرضى ضمور العضلات، هم الحاسين بالمعاناه. فاحنا اول حاجه محتاجين رعايه، والرعايه دي اشكالها مختلفه، وبسبب ندره المرض فكره الاطباء نفسهم نادرين يعني التخصص. فكان هدفنا ان احنا ازاي نبني المستشفى، وعلشان عقبال ما المستشفى ان شاء الله تتوجد تحدينا نهتم بالمرضى على قدر امكانياتنا ومواردنا. فبدانا ننشئ هنا مركز على الطبيعي في المقام الاول. طبعا مريض ضمور عضلات ازاي نهتم بحالته زي ما احنا حاسين وزي ما احنا من المعاناه اللي عايشينها. دي اول حاجه، مفيش دار استضافه او دار رعايه خاصه بمريض ضمور عضلات. فبدانا برضو ننشئ ونجهز المكان سواء للبنات او للشباب من مرضى ضمور العضلات، وبنحاول مش فكرة اسمه مكانه خلاص، ازاي يبقى المناسب مريض ضمور العضلات، ليس او مش مش فكرة حد بيستخدم كرسي بس، لان مريض ضمور العضلات منه انواع الحالات فيها بتبقى اسوأ من اللي بيستخدم كرسي بس. هي الجمعية هنا بتساعد كم في الرعاية بتاعتها، كم شخص او كم مريض يبقوا موجودين هنا كرعاية؟ بص، هو اللي بيترددوا على الجمعية أكيد مش كل مرضى ضمور العضلات، لأن الجمعية مش معروفة على القدر الكافي، وكمان إحنا في حدود تقريبا كمحافظة السويس حوالي 200 فرد تقريبا، يعني ما بين كعلاج طبيعي وما بين مساعدات، أما تقريبا أو مساعدات مادية وإعانات شهرية. أما لو بتساعد على نطاق الجمهورية احنا من اسوان، من اسكندريه، ومن سينا، من السلام. يعني معلش، يعني هي لو اي حد حب ينضم يجي كمصاب للجمعيه كرعايه او كده، الجمعيه بترحب بيه في اي وقت. احنا بنحاول نساعد المريض من العضلات. بتقتصر على السويس فقط؟ لا،
لا لا خلاص احنا بنساعد مريض مرض العضلات بامكانيات تنبيهها ويقول على حسب الناس. يعني مثلا خلال الصفحه بتاعتنا الرسميه على الفيسبوك في تواصل معنا مرضى من محافظات مختلفه محتاجين سواء كرسي حمام او كرسي عادي او كهربائي او خلافه، بنحاول مش بنقول له تعالى هنا وجينا هنا لو هو من اسكندريه او من الصعيد او من غيره، لان من خلال مكانك في اوراق بنطلبها بتبعتها لنا عن طريق البريد بنسجلها عندنا والكرسي او المساعده توصل لحد بيته. بتساعدوا المصاب حتى وهو بيكون مصاب كويس جدا، بيقول ان احنا نفسنا عايشين المعاناه دي. بدايه عايزين بس حضرتك تعرف نفسك وتقول لنا برضه ايه نشاطك الجمعيه هنا وتعرفنا ايه اللي اولا. انا عبد اللطيف حيدر واسم الشهره تامر حيدر ابو شوك من محافظه سوهاج. انا عندي ضمور في العضلات من انا وعندي سن 13 سنه. مش انا بس، لا ده انا معايا اربع اخواتي كمان عندهم ضمور في العضلات. احنا كل ما بنوصل سن 13 سنه اخ فينا بيتعب عنده ضمور في العضلات. احنا سبع اخوات، خمسه منهم عندهم ضمور في العضلات، وبسبب ان انا عايش في سوهاج طبعا فكل الناس اجمعت ان احنا ده عمل معمول مش مرض. يعني الشيوخ والقديسين كلهم، احنا رحنا لشيوخ كتير وناس كتير وقالوا لنا ان ده عمل معمول. طبعا مشينا في الموال ده كتير وقعدوا بيقوا يحضروا ويقول لك ده عمل واقرب الناس ليكم وشككونا في كل الناس، ده بسبب الجهل بتاعنا. لحد ما عرفت ان انا عندي ضمور في العضلات انا وعندي في 2010. بعد كده ابتديت اتعرف على النت ودخلت عالم النت في 2013 وتعرفت على الاستاذ كريم وتعرفت على الحاجه شريفه وابتدينا ان احنا نتكلم ونجمع بقيه المرضى ان احنا نعمل حاجه لمرضى ضمور عضلات. ومعانا برضو حالة من الجمعية مصابة برضو بضمور العضلات، هتقول لنا برضو اتعرفنا بنفسها وهتقول لنا معاناتها مع المرض. انا اسمي هبة مصطفى هاشم من محافظة أسيوط. حضرتك انا بدأ معايا المرض في رابعة ابتدائي وكانوا فاكرين ان انا بهزر وكده، فكانوا بيزعقولي يعني عشان ينزل رجلي، فما كانش حد يعرف يعني ضمور عضلات اصلا. كنت بروح القصر العيني كان بيقولي له روح عند الدكتور مخ واعصاب، فلفيت كتير ما كانش يعرف حد يعني ايه ضموره وكده. فانا حد ما لفت كذا سنه والدي كان شغال هنا فجينا قعدنا هنا، وبرده بالصدفه حد عرفنا على الحاجه الشريفه وكده عندنا دكاتره جامعيه وكده، عرفناه وكده بدانا نيجي عندها وناخد علاجات علاج طبيعي وكده. انا ما كنتش اعرف يعني ايه ضمور عضلات، كنت بتمنى بقول يا ربي مش حاجه وحشه ان انا اتمناها لحد، بس كنت بقول عايزه اشوف حد زي حالتي او كده. بعدها بكام سنه برضو لقيت اخويا نفس الموضوع او كده. انا اصلا والدي وبابايا قرايب يعني، برضو ده من السبب الرئيسي اللي انا عايزه اتكلم فيه، اللي هو جواز القرايب ده. انا عايزه يعني قبل اي حد لما يجي يتجوز يعمل تحليل او كده، لانه اللي هتتسلم في الحاجات دي الاطفال. طيب الدكتور احمد جمال طبعا وعدنا ان احنا هنقف معاه وهنشوف هو بيعمل العلاج الطبيعي لمرضى ضمور العضلات. معنا زكريا مصطفى حالة ضمور عضلات. هو طبعا زكريا اتأخر شوية على ما بدأ العلاج الطبيعي، وغير ان هو ما كانش ملتزم او منتظم في الجلسات، بيحضر فترات وبيغيب فترات طويلة برضه، فهو عنده تيبسات في معظم المفاصل، في مفصل الكعب ومفصل الركبة ومفصل الفخذ، وكذلك برضه في مفصل الكوع وفي مفصل الريست. حضرتك قلت التيبسات دي لما بيتعمل لها العلاج الطبيعي بتبقى كويسه، ما بتخليه يعرف يتحرك ويقوم بواجباته عادي، لكن مع الاهمال طبعا بتاثر عليه في التحرك. فدور العلاج الطبيعي بالنسبه لزكريا معظم التمارين بتتلخص في جزئين، جزء اطالات دي بنعمل فيها استرتشات واطالات للعضلات المتقلصه القصيره اللي هي الاوتار بتاعتها مشدوده وطولها قصير، والجزء الثاني بيبقى تقويه. ممكن حضرتك نعملها وحضرتك تشرح يعني كده؟ يعني مثلا تمارين اطاله مثلا بالنسبه لمفصل الركبه زي تمارين اللي بيعملوها لعيبه الكره في الاحماء، تمرين بنخليه بيفرد، بحاول ان انا افرد رجله على الاخر، لكن طبعا زكريا عشان مفصل الركبه عنده متيبس فهو غالبا ما بيفردش مثلا عن الرينج ده، المدى ده اخر المدى بتاعه. هو المفروض ان المفروض يكمل يبقى 90 درجه، يبقى 180 درجه بتحصل معاها الحركه دي عادتها، بيحاول يرجع لطبيعته. فمعظم التمارين بتاع زكريا في الجزئين دول، جزء اطالات اعمل له استريتشات عشان خاطر احاول افرد المفاصل بتاعته، افك التيبسات اللي عنده في المفاصل،
والجزء الثاني تقويه للعضلات الضعيفه. طيب يعني بنفس حال الزكريا كده لو استمر على عدد جلسات معينه الموضوع التيبس ده ممكن يروح؟ بيفك، وحصل في حالات كتير، في حالات كتير مواظبه مثلا ما بتفوتش جلسات وملتزمه، ملتزمه ومنتظمه على الجلسات كلها، تفكت النتائج كويسه جدا. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا دي عينه بسيطه لالاف المرضى المصابين بضمور العضلات في مصر، وزي ما شفتوا حضراتكم دي المعاناه اللي بيحكوها وحكوها قدام حضراتكم على الهواء. هنطلع برضو دلوقتي معانا مداخله من الاستاذ عمرو عشيري والد الطفل عمر المصاب بضمور العضلات، وهيحكي لنا طبعا معاناته مع من نوع تاني كان بيعيشها طبعا في المستشفى وفي اماكن كتير. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عمرو عشيري اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بيك يا فندم. استاذ عمرو، عايزين حضرتك تحكي لنا معاناتك مع مرض ابنك عمر، وايه اللي واجهك في 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 المرحله في مرحله علاجه. اتفضل يا فندم. مبدئيا هو كان مولود تمام، ما فيهوش اي حاجه، كان حلو يعني خالص ما فيهوش اي حاجه. تمام. فجي يوم 5/1/2018 تعب شويه. تمام. لون بشرته كده اتغير شويه وتعب. تمام. فجيت يوم 6/1/2018 خدت ورحت المستشفى ملاو العام. تمام. دخلت بيه المستشفى، خدوا منه نوع دم. تمام. حللوا الدم، قال ده عنده انيميا الفوله وفاصله الدم عن المخ، الدم مش واصل للمخ. تمام. فالدكتور قال هجيب لي كيس دم من تحت نفس الفصيله بتاعته ونديه له، هياخده يبقى تمام ويبقى 100 100 ان شاء الله. قلت له ماشي. تمام. كتب لي ورقه وقال لي نزل بك الدم تحت، هات لي نفس الفصيله دي من تحت. تمام. نزلت البنك الدم تحت، اديت الورقه اللي كاتبها لي الدكتور. تمام. لقيت الراجل قاعد السيجاره في حنجه، وطبعا حضرتك شايفين دي صوره عمر. اتفضل اتفضل يا فندم. معايا يا استاذ وليد؟ معاك يا فندم. اتفضل. قلت له الورقه ديت ده الدكتور عايز كيس الدم ده عشان ابني تعبان فوق. جاي خد منه الورقه، السيجاره برضه في حنكه، فتح حاجه زي تلاب كده. تمام. وقعد يدور وسط الاكياس. تمام. راح اداني كيس زي ما حضرتك كده، كانك رايح تجيب جايب كيس فول طعميه من الشارع على او من العربيه. تمام. فانا استغربت قلت له هو ده كيس؟ قال لي هو ده، وهي دي فصيله. تمام. كيس كده مربوط كانك جايب كيس فول من يعني يا استاذ عمرو، بدايه حضرتك مع المرض ان حضرتك ما كنتش عارف ان ابنك مريض ضمور عضلات ولا حاجه، كنت حضرتك رايح وشخصوا لك في مستشفى ملوي ان هو عنده انيميا وبعتوك عشان تجيب دم. تمام كده. تمام. جبت كيس الدم من تحت وطلعت بيه للدكتور، اديته لهم، راح حطوا له كيس الدم. تمام. كل نقطه دم كانت بتنزل في عمر بيعافر مع المواد. لا حول ولا قوه الا بالله. ودخل في غيبوبه بقى، كل نقطه دم بتنزل منه بيعافر مع المواد. تمام. قعد حوالي بتاع يمكن نص ساعه والكيس ده شغال. المهم هم حسوا ان في حاجه غلط في الدم وراحوا شالوا الكيس ده وقالوا احنا نجيب كيس دم اسمه كروت حمراء عشان دي عنده انيميا الفوله. تمام. شالوا الكيس ده وراح جابوا كيس ثاني ركبوه له برضه عمر بيعافر مع المواد. تمام. لقوا الوضع سيء والواد كله بيروح الاعصاب باظت وبلي وبيعافر مع المواد وتشنجات رهيبه. تمام. قال لا ده انت كده لازم تطلع بقى على صوت بسرعه. تمام. قلت ما فيش مشاكل، ادونا طبعا عادي اسعاف، قال ما فيش اسعاف هنا. كويس. المهم رحت جبت تاكسي هنا. كويس. والدكتور المحترم ناصر جاب لي انبوبه اكسجين واخدنا عمر في التاكسي وحطيت له الانبوبه جنبي وحطينا له الاكسجين وطلعنا بقى على مستشفى اسيوط. تمام. وصلنا اسيوط كده على المغرب. دخلنا بيه اسيوط وراح خدوا منه نقطه دم، حللوا الدم، قال الواد ده خد دم فاتت الصبح النهارده. يعني هم وضحوا لحضرتك كمان ان في اهمال حصل من ان في ايوه ان عمر خد كده. دم فاتت النهارده الصبح. تمام. قال في دم دخل فيه فاتت الصبح اللي تمام. هو حضرتك الكيس اللي انا كنت جايبه من تحت ده، الكيس اسود كان اسود يعني كان سواد في الدم، انا اول مره اشوف دمه بالطريقه دي، ولا مكتوب عليه عينه ولا اي حاجه، كيس عادي. تمام. ده اللي انا اخدته من بنك من مستشفى ملوي. تمام. حضرتك رحت اسيوط بقى. تمام. بعد ما حضرتك كملت بقى في اسيوط وقالوا لك ان كان في دم فاسد وكلام من ده كله، كمل مع حضرتك. عمر بقى دخل في غيبوبه بقى، دخل غيبوبة. في العنايه قاعد 20 يوم مغمض عينيه. تمام. في غيبوبه. تمام. بعد ما فتح عينيه عملوا له اشعه على المخ، حصل عنده تمور في المخ، قال خليه المخ ايه يعتبر هي كلها ماتت. طيب هو طبعا انا كأب يعني مقدر شعور حضرتك وحاسس بحضرتك يا استاذ عمرو، وعارف ان حضرتك عانيت معاناه كبيره
وطبعا ده يعني موضوع الاهمال في في في, في يعني بناشد برضو من خلال حضرتك دلوقتي وزاره الصحه ان يبداوا يركزوا على جانب الاهمال، لان طبعا في ناس كتيره بتبقى هي ضحيه زي ابن حضرتك كده وكتير يعني دي عينه بسيطه طبعا. اتفضل يا فندم. ده كيس الدم انا شفته، يعني انا عن نفسي انا كنت حاسس ان الدم فيه حاجه، بس في كذا دكتور واقف انا مش قادر اتكلم وهم حاسوا ان في خطر، راح شاروا كيس الدم. اول ما حاسوا ان الدم فيه حاجه غلط فاسود اكدوا لي ان الواد ده داخل له دم فاسد الصبح. ربنا يشفيه وانا مقدر شعور حضرتك والله، وان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه، وان شاء الله في امل ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامور ويكون الفتره المقبله الدوله وجهود الدوله بدات تتبنى الموضوع، ان شاء الله هيكون في جديد في الفتره المقبله ان شاء الله يا فندم. ومتشكرين على اتصال حضرتك. ومعانا مداخله ثانيه مع الدكتوره غاده مبارك، هتكلمنا طبعا عن الجانب او دور المجتمع المدني كشريك اصيل لما له من دور واثر حقيقي على مكافحه المرض والتوعيه بالمحافظه على الصحه النفسيه للمريض ودور الفرد والمنظمات الاهليه في الحد من تنمر الاطفال على مرضى ضمور العضلات. دكتوره غاده مبارك. الو الو دكتوره غاده مبارك، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ وليد وبجميع الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا زي ما قلت لحضرتك عايزين نتكلم عن دور المجتمع المدني ودوره في ودوره على التنمر اللي بيحصل على الاطفال ومرضى ضمور العضلات في مصر. دكتوره غاده عايزين حضرتك توضحي لنا الجانب ده. يمكن دور المجتمع المدني هنا على الشق الاول حضرتك قلته، المحافظه على الصحه النفسيه للمريض وايضا الدعم المادي اللي ممكن يقدمه المجتمع المدني لمرضى ضمور العضلات. هتكلم في الجزئيه الاولانيه وهي الدعم النفسي للمرضى سواء بقى ضمور العضلات او عموما للمرضى اللي ممكن الجانب النفسي مهم طبعا في كل شيء. التوعيه والتنوير مهم جدا. يمكن الو الو دكتوره غاده سامعانا حضرتك؟ حضرتك سامعني؟ يا فندم معلش بس حضرتك بس تقف في مكان في شبكه بس عشان الصوت بيقطع يعني. مع حضرتك يا فندم سامعني ولا ايه؟ يا فندم كويس؟ يا فندم مع حضرتك اتفضلي يا فندم. طيب تمام. قلت ان انا هتكلم في شقين، شق الدعم النفسي لمرضى ضمور العضلات او المرضى اللي ممكن يقع عليهم اي نوع من انواع التنمر عموما، وايضا الدعم المالي والمادي اللي ممكن تقدمه منظمات المجتمع المدني او حتى الافراد لاصحاب الامراض اللي ممكن تكون علاجاتها غاليه شويه. تمام. الشق الاول وهو الشق النفسي والدعم المعنوي، يمكن ده بيعتمد اكتر على التوعيه المباشره، على الندوات، على البرامج، على الاعلام، على اللقاءات المختلفه بالناس، على يمكن صالونات ثقافيه اللي ممكن تكون بتناقش بعض هذه الامور، على حتى الخطب في المساجد ودور الاوقاف، وزاره الاوقاف في حاجه زي كده. يمكن احنا عارفين ان احنا شعب بيكن احترام كبير جدا وتقدير لرجال الدين. طبعا وللصحافه بشكل ما، يعني للناس اللي ما زالت بتتابع الصحافه. تمام. فيمكن دور المجتمع المدني ينبع من هنا، ان احنا نحاول نقرب شويه من الناس، ممكن نكون نستعين ببعض رجال الدين في ان احنا نعمل ندوات توعيه. تمام. نحث بيها الناس على الكف عن التنمر وعن السخريه. يمكن ديننا حسنا على ده، يمكن كل الاديان السماويه وايضا الدوافع الانسانيه بتنمي ده. التنمر شيء سيء جدا جدا، التنمر اودى بحياه الكثيرين. يمكن بنسمع عن حالات من المنتحرين جراء ما تعرضوا له من التنمر او السخريه من بعض الزملاء، وعلى فكره ما عادش ده قاصر على فئه معينه، يعني مش هنقول التنمر لا التنمر التنمر بكل انواعه وبكل اسامي. ده حقيقي يعني تنمر شكلي، تنمر لفظي، تنمر على عارف ان ساعات بيتنمروا على مثلا حد ذكي او حد عبقري، يعني حتى ده يعني مش بس التنمر على حد فيه صفه سيئه او صفه فيها نقص او كده، ابدا. ده وصلنا ان احنا بنتنمر على حتى الاذكياء او العباقره يعني. فهي للاسف بعض اصبحت ظاهره يا دكتوره غاده في جدا، يعني مش عايزه اقول ظاهره بالشكل ما، بس هو شيء منتشر جدا وخصوصا بين فئه الشباب وفئه المراهقين بشكل كبير قوي. الاطفال يمكن بنقول ان هم يعني مش مقدرين قوي فكره التنمر، ولكن انت
منهم شرحتلهم بشكل بسيط هيحاولوا ان هم يبعدوا عن ده وبيتاثروا كمان وبيكونوا اكثر تاثرا من الفئات الاخرى زي المراهقين. عايز اقول لحضرتك ان كمان دورنا احنا كمجتمع مدني ان احنا ننزل الناس نوعيها، نقرب منهم، نعمل ندوات، نعمل ندوات في الاماكن اللي هي ممكن ما يكونش بيوصل لها قوي الثقافات بتاعه القرايه، ما يكونش موجود عندهم قرايه او اطلاع بشكل او حتى فكره الصحه النفسيه، او ان هم يكون عندهم بعض الفئات ما بتقدرش تروح لدكاتره نفسيين او ما بيبقاش الثقافه دي متاحه بالنسبه لهم قوي. صحيح. احنا ممكن كجمعيات ومنظمات عمل اهلي نعمل ندوات مصغره حتى ولو لستات البيوت، لو في الارياف، لو في بعض المدن، لو بعض المقرات الصغيره، والناس تتعاون مع بعضها ونعمل نجيب خبراء ونجيب ناس رجال دين وناس يكون لهم عارف كل منطقه بيبقى لها بعض الشخصيات المؤثره خصوصا يمكن في الاقاليم وفي الارياف يا استاذ وليد. الناس دي ممكن نستعين بيها مع الجمعيات علشان نوعي وننور ونعلم الناس طبعاً. يعني ايه نبعد عن التنمر. كلهم دور يمكن مهم فعلا. صحيح. يمكن دي الجزئيه اللي حضرتك طرحتها في فكره التوعيه النفسيه والتوعيه المعنويه لده، عايزه او الدعم المعنوي لمرضى ضمور العضلات او غيرها من الامراض. الجزئيه الثانيه اللي اعرفه ان هذا المرض تحديدا ضمور العضلات مكلف في علاجه. فيمكن نسترجع بالذاكره السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان في بعض الحالات زي الطفله رقيه والحقنه الغاليه جدا اللي الناس بدات كانت 2 مليون وفعلا كان الموضوع كبير يعني بس اعتقد يعني ما فيش حاجه مستحيله ان شاء الله يعني في ابدا ابدا. احنا شعب اصلا بيحب يساعد وشعب شعب الناس بتحب تعتمد على نفسها في احلك اللحظات وشعب بيعرف يستقطع من قوته عشان يعرف يساعد بعضه. صحيح. صحيح. والفتره دي في ظل الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي احنا بنعيشها يا استاذ وليد ملناش غير بعض، ملناش غير بعض، دي لازم تكون شعار المرحله. يمكن صحيح. الحكومه بتحاول وبتعمل كمجتمع مدني كناس كاسر كبيوت كعماير عارف كلنا مع بعض لازم نجتمع، عارف اللمه الحلوه بتاعت رمضان اللي هو الطبق الرايح اللي جاي ده بين الجيران وبين بعضها. لازم ما يبقاش في رمضان بس، لازم يبقى طول الوقت وما بقاش موضوع الطبق بس، في ابسط الحاجات احنا لازم ندعم بعض فيها. صحيح. الفتره دي محتاجه مننا كلنا نتكاتف ونتكافل ونحس ببعض بشكل كبير جدا. فعلا يا فندم، متشكرين جدا على مداخله حضرتك وشرفتينا طبعا الدكتوره غاده مبارك، متشكرين جدا يا فندم. شكرا يا فندم. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا يعني الموضوع برضو لازم يبقى فيه جانب توعوي زي ما الدكتوره غاده ذكرت كده، ان احنا لازم يعني مش شرط ان يكون من مؤسسات، احنا كل فرد مننا لازم يقوم بالدور ان هو يوعي اللي حواليه اطفاله حتى لو في نطاق معيشته، ان احنا ما نتنمرش على المرضى دول. يعني دي ناس يعني اصيبت بالمرض ده شيء مقدر، ما ينفعش ان احنا نكسر في مقاديفهم وما ينفعش ان احنا نتعبهم اكتر. فيعني هم كفايه ان هم بيمروا بمعاناه في حياتهم وابائهم بتمر بمعاناه. هنطلع فاصل وهنرجع مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره هايدي الشباوي بعد الفاصل. سألنا سارة بتحلم بإيه لبيتها؟ بحلم بكتير، بوتاجاز بيلت إن، مايكرويف كبير ويكون فيه شواية، تلاجة كبيرة وتخلي الأكل فريش، كيتشن ماشين، فرن يساعدني في عزومة كبيرة، تكييف يخلي الدنيا شتا في الصيف، وغسالة تخليلي هدوم أولادي جديدة، تلفزيون يخليني أعيش جوه الفيلم، وفوق ده كله يبقى في مكان واحد أخطر منه كل ده. كل ده عندنا يا سارة، راديو طلعت 2000، خبرة وثقة من سنين كتير، ولو على الاختيارات مفيش أكتر منها. هتقدري تتفرجي وتختاري أجهزتك الكهربائية بكل الأنواع والأشكال اللي ممكن تحلمي بيها، وكل ده في أي فرع من فروع راديو طلعت 2000. ولو عايزة تسهلي على نفسك أكتر تقدري تدخلي على أبليكيشن راديو طلعت 2000 واحلمي براحتك. راديو طلعت 2000، كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه.
مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم من جديد. معانا الدكتوره هايدي الشباوي مدرس واستشاري امراض المخ والاعصاب بكليه طب القصر العيني، وهنتكلم بتفاصيل اكتر عن المرض. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتوره، نورتينا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. طيب احنا عايزين حضرتك تقول لنا انواع ضمور العضلات ونوضح للناس ايه هو ضمور العضلات. تمام. ضمور العضلات انواع كتيره. احنا الحقيقه هو يعني كاتيجوري كبير قوي، مش اي حد بيشتكي من ان هو عنده مشكله في العضلات يبقى هو ضمور العضلات اللي هو مشهور ان هو بيبقى بسرعه بيقعد على كرسي متحرك بسرعه، حالته بتتدهور سريعا. لا، في منه انواع كتيره الحقيقه. ضمور العضلات معناه ان المريض بيبتدي يشتكي من ضعف في عضلاته، الموضوع بيبقى تدريجي على مدار شهور او سنين على حسب النوع بتاع ضمور العضلات. تمام. انواع كتيره، منها انواع بتبقى حاجه مولود بيها من اول ما يتولد، منها حاجات بتبقى مكتسبه مع الوقت. تمام. منها حاجات بتبقى نتيجه خلل في حاجه وظائف الغدد زي الغده الدرقيه او الجار الدرقيه. تمام. منها حاجات بتبقى نتيجه نقص فيتامينز. تمام. منها حاجات بتبقى نتيجه امراض مناعيه. تمام. منها حاجات بتبقى نتيجه يعني بعض الادويه بتسبب ضعف في العضلات ما يوصلش لمرحله الضمور. عشان كده بنقول ان هو لا، في حاجه اسمها ضعف عضلات، وفي حاجه اسمها ضمور عضلات، وفي حاجه اسمها التهاب عضلات، وفي حاجه اسمها وهن عضلات، حاجه اسمها توتر عضلي، تشنج عضلي توتري. اذا عندنا انواع كتير، كلها طبعا الدكتور المعالج بيصنفها بالفحص بتاعه وبيبتدي يقول لاهل المريض التاريخ المرضي او البروجنوزس بتاع الحاله هيبقى ازاي على مدار السنين. تمام. تمام. طيب حضرتك، هو ايه الاساليب اللي هي بتبقى الاساليب الوقائيه من الاصابه بضمور العضلات، او ان احنا نحاول ان احنا نتلاشى موضوع ضمور العضلات، او الجانب المهم التوعوي يعني، حضرتك شايفه ايه؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه احنا بنعرف الناس ان احنا عندنا انواع كتير. في انواع بتتعالج اللي هي زي ما بقول لحضرتك بتبقى نتيجه مثلا نقص فيتامين زي فيتامين دي، نتيجه مثلا خلل في وظائف الغده، الحاجات دي بتبان اصلا في سن كبير، وبتبقى المريض ما بيبقاش كانش بيشتكي من اي حاجه، وبعدين يبتدي يشتكي ان في مشاكل في عضلاته، فبيكشف فبيعمل فحوصات نقول له لا، انت من الانواع اللي هي بتاخد علاج ويتحسن. في انواع اخرى بقى اللي هي بتظهر في الاطفال، اللي هي اشهرها طبعا الدوشين. طيب. او الضمور العضلي الشوكي، الحاجات دي اللي بتيجي في سن صغير، فبيبتدي الاعراض بتبقى مختلفه. دي اعراض بتبتدي تقريبا يعني من عند سن عمر سنه تقريبا، يبتدي الاب والام يشتكوا ان الابن متاخر في، مش قادر يقعد، مش قادر يقف، مش قادر يسند ويمشي. بعد كده بيبقى ممكن كمان يبقى عنده مشاكل مثلا في الرضاعه، مش عارف يرضع، في ضعف في الرضاعه، في ضعف في عضلات التنفس، وهكذا. نبتدي بقى نقول ان هو النوع ده غير النوع ده. تمام. النوع اللي هو بيبتدي في سن صغير زي الدوشين وزي واخواته بقى، اللي هي انواع الضمور العضلي اللي بتبقى نتيجه مشاكل جينيه وراثيه. تمام. دي ليها طريق باسوي غير الباسوي الثاني خالص. تمام. طبعا التوعيه اللي بنقول عليها، بنقول اول حاجه بنفهم الناس ان في انواع مختلفه، الطبيب المعالج هو اللي بيحدد النوع. طبعا. لو بنتكلم على الامراض اللي بتيجي في الاطفال اللي زي الدوشين او كده، دي طبعا لازم بنوعي الناس كويس جدا ان الاعراض دي وانس ان هي ظهرت. طبعا. لازم على طول نروح ونجري ونفحص الطفل ونشوف ايه المشكله. طبعا. متاخر ليه في المشي او متاخر ليه في الاعاد على حسب السن. طبعا. وبناء عليها بنبتدي نطلب الفحوصات المطلوبه. طبعا. طبعا. من اول تحاليل، وبعد كده مثلا انزيمات عضلات وهكذا. تمام. طيب بالنسبه بقى، كان في برضو معانا مداخله من شويه عن تشخيص خاطئ، يعني راي حضرتك ايه في التشخيصات الخاطئه؟ يعني اللي كان عمل لنا مداخله من شويه واتكلمنا معاه، كان عنده ابنه فحالته تدهورت بسبب التشخيص الخاطئ، راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ زي ما قلت لحضرتك، الموضوع بيتم على كذا خطوه. اول حاجه ان لازم يروح للطبيب المختص اللي هو طبيب المخ والاعصاب. هو بيفحص المريض وبياخد تاريخ مرضي كامل. التاريخ المرضي مش بس بيخص الطفل، لا ده بيخص الطفل من يعني من اول الاب والام دول قريب ولا لا، هل في تاريخ مرضي في العيله، امر حالات مشابهه لكده ولا لا، اخواته او من عيله الاب او من عيله الام، بدايه الشكوى بدات من عمر كام والتدهور بتاعها بدا كام، ويبتدي يفحص المريض ويشوف ايه العضلات اللي متاثره بالضعف ده. تمام. يشوف هل العضلات عضله القلب متاثره، هل عندنا عضلات النفس كمان متاثره. نيجي بعد كده نخش بقى في الفحوصات، مرحله الفحوصات. زي ما بنقول التشخيص الاكلينيكي اولا. تمام. بعد كده نخش على مرحله الفحوصات اللي هي بقى بتشمل من اول تحاليل انزيمات العضلات، وبعد كده بنخش على ان احنا ممكن نحتاج عينه من العضله نفسها عشان نحدد المشكله فين. تمام. والتحاليل الجينيه. تمام. دي طرق التشخيص. تمام. وطبعا في رسم الاعصاب والعضلات اللي هو بيحطني نفسي في كاتيجوري ان دوت ضمور عضلات او ضعف عضلات. تمام. بس كل الفحوصات دي يعني لما بنعملها صعب طبعا يكون في خطا في التشخيص. تمام.
طيب يعني انا عايز اسال حضرتك برضو، ليه حقنه الضمور العضلات غاليه ومكلفه؟ ليه حضرتك ليه سعرها غالي كده؟ تمام. احنا عندنا دلوقتي بالنسبه لل في نوعين من ضمور العضلات، اللي هو الدوشين، وفي اللي هو الضمور العضلي الشوكي. الضمور العضلي الشوكي فيه تقريبا هنقول ان هم ثلاث انواع من العلاج ابروفد وبداوا وموجودين افيلابل هنا الحقيقه، موجودين في مصر وبيصرفوا تامين صحي. طيب. ودي برده كانت من الحاجات الغاليه جدا. طيب. وبدات تخش طريقه العلاج هي اللي بتفرق. طيب. المشكله عندنا ان مثلا الدوشين غير الضمور العضلي الشوكي. طيب. خلاص لو هنتكلم على الدوشين، المشكله بيبقى فيه بروتين معين اسمه ديستروفين. طيب. البروتين ده في مرضى الدوشين مش موجود. تمام. absent غير موجود. تمام. تمام. فبالتالي طبعا الديستروفين ده بروتين هو يعتبر اكبر بروتين موجود في جسمنا، يعني شوف جسمنا كله عباره عن عضلات، كل عضله تقريبا داخل فيها البروتين ده. تمام. فالفكره كلها ان هو ممكن الديستروفين ده يكون مش موجود خالص. تمام. وساعتها بنشخصه دوشين، او ان يكون موجود بس بنسبه قليله. تمام. فبيبقى في انواع اخرى زي اسمه بيكر. تمام. طيب هو العلاج ده بيعمل ايه؟ لو هنتكلم على علاج الدوشين، هو بناخد الحقنه دي علشان خاطر تحفز انتاج الديستروفين. تمام. تحاول تنتجه. تمام. ولكن مش بتنتجه بالشكل اللي هو ربنا خلقه برضه. بتديه لنا بشكل تاني. تمام. شغال لكن مش بنفس الشغل الصحيح. تمام. فهو بيقلل تدهور المرض، يعني اذا كان التدهور مثلا هيحصل على سن 13 14 ده ممكن نقول هيمد الموضوع اكتر شويه. تمام. هيقلل التطور. اما الضمور العضلي الشوكي لا، العلاجات بتاعته مختلفه، ده جين ثيرابي. يعني هو جين في مشكله احنا بندي السليم، بندي السليم فالبيشنت بيخف. تمام. تمام. فحقنته غاليه ليه؟ اي علاج جيني طبعا بيبقى غالي جدا. هو ده زي ما بنقول كده بيشتغل على الجينات والتركيبه البروتينيه بتاعه الجسم، فمتوقع ان يكون غالي. متوقع ان يكون سعره عالي. طيب ايه الفرق بين ضمور العضلات والتهاب العضلات؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك احنا هما الاثنين عيان بيشتكي ان عنده ضعف في العضلات، اللي هو بيشتكي من صعوبه مثلا ان هو يطلع السلم. تمام. صعوبه ان هو يرفع دراعه ويسرح شعره او يلبس هدومه. تمام. مش عارف يطلع على السرير برجله، مش عارف يجري. لو قعد على الارض ما يعرفش يقوم غير لما يسند على ايديه وركبه. تمام. تمام. هما الاثنين بيشتكوا تقريبا من نفس الاعراض دي. ممكن يبقى معاها مشاكل في البلع او مشاكل في تاثر على عضله القلب. لكن الاختلاف بقى ايه؟ ان اختلاف ان التهاب العضلات دائما بيكون معاه الام. بيكون معاه حاجه مناعيه. وجوالي بيكون الموضوع داخل تحت نطاق مرض مناعي. فبنلاقي ان المريض معاه حاجات تانية مناعيه موجوده زي التهابات في الجلد مثلا، تلاقي طفح جلدي في اماكن معينه في الوش في منطقه الصدر، حاجات زي كده. دي بتكون الكلو لينا الحقيقه. انت عشان كده بقول لحضرتك الفحص الاكلينيكي واهم حاجه، اما افحص العيان والاقي عنده طفح جلدي في وشه والاقي عنده الام متكرره وهكذا، نبتدي نعمل بقى الفحوصات. رسم الاعصاب والعضلات بيبقى جايد بالنسبه لي، يقدر يفرق بين الاثنين بعد الفحص الاكلينيكي. فالتهاب العضلات علاجه مختلف عن علاج ضمور العضلات. ده مرض بيتخف وبيتحسن وبيمشي على علاج مناعي ومثبطات مناعه. تمام. بتقلل الهجمات بتاعه التهاب العضلات. تمام. غير الضمور. طيب ممكن حضرتك تقول لنا اخر ما توصل له الطب في علاج ضمور العضلات؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك لو احنا هنتكلم على ضمور العضلات اللي هو المتعارف عليه، اللي هو زي الدوشين والبيكر اللي هي اللي بتيجي في سن الاطفال وبتادي بيهم ان هم بيقعدوا على كرسي متحرك في سن صغير. فهو في علاج ابروفد في حياه في 2016. الاتيلبريسين دوت عباره عن علاج بيتاخد وريد مره كل اسبوع. الابحاث اللي اتعملت عليه اتعملت على تقريبا فتره مثلا تصل ل 36 شهر. لقوا ان هو فعلا بيقلل التدهور اللي بيحصل بالمرض. تمام. بيخلي يعني بيعملوا اختبارات معينه يقدروا يحسبوا بيها. تمام. لقوا ان بالاختبارات دي ان هو المشي اتحسن، الحاله ستيبل مور ستيبل عن قبل كده، مفيش تدهور في مشكله عضله القلب وعضلات التنفس. ده دور العلاج اللي هو وصلوا له. تمام. اما وده برده طبعا حاجات غاليه جدا ومكلفه. اما الضمور العضلي الشوكي في كذا علاج الحقيقه ابروفد ومتوفرين وبيتاخدوا بس على حسب نوعه. ضمور. طيب. عضلي شوكي فيه منه اربع انواع، كل نوع على حسب المرحله اللي هو فيها ينفع يتاخد. تمام. طيب حضرتك هو طبعا معظم المصابين بالمرض ضمور العضلات بيبقوا اطفال، فيعني حضرتك تقولي ايه لكل ام ان هي الغذاء المناسب والفيتامينات المناسبه لبناء ضمور العضلات او اللي هي بتساعدهم على علاج ضمور العضلات؟ حضرتك تقولي ايه لكل ام ان هي تهتم بالغذاء او الفيتامينات اللازمه؟ تمام. اي ام عندها طفل عنده مشكله ضمور عضلات طبعا في فيتامينز مهمه قوي لازم ان هي تبقى جزء اساسي من اكله.
تمام. عندنا فيتامين دي من الحاجات المهمه جدا. فيتامين دي نقصه حتى ممكن يعمل مشكله عضلات في الكبار. تمام. اي نعم مش مرحله ضمور بس يعمل ضعف عضلات في الكبار. ففيتامين دي من الحاجات المهمه جدا لازم ياخدها سبلمنت. الكالسيوم لانه الكالسيوم معنا فيتامين سي بيساعد في بناء الكولاجين. الحاجات دي كلها مهمه لبناء العضلات. طبعا البروتينز، اكل البروتين ده اهم حاجه، سواء كان بقى في اللحوم، ممكن في الاسماك، الاوميجا 3 اللي موجوده برده في الاسماك، ماده الكرياتين اللي هي اصلا بتبني العضلات. تمام. ودي برده موجوده في الاسماك وفي اللحوم، الحاجات دي مهمه. طيب. جدا. طيب كان في برده حضرتك من ضمن التقارير اللي احنا صورناها كان في حاجه قالتها لنا واحده من ضمن المصابين، ان هي قالت ان انا بتمنى ان الدوله تركز على اجراء تحليل معين قبل الزواج وبالاخص مع الاقارب، لان الموضوع طبعا جيني وراثي زي ما حضرتك قلتي. فحضرتك تنصحي بان ايه التحليل اللي ممكن تتعمل او الاجراء ده صعب ان هو يتعمل في مصر بناء عشان الاطفال هي اللي بتدفع الثمن طبعا، ده نقلا عن المصابه اللي كانت موجوده معانا. طيب ده كلام مهم جدا طبعا، يعني ده حلم مش في مصر، ده حلم في كل دول العالم. تمام. الدوشان نسبته تقريبا نسبه طفل كل 3500 طفل نسبه تواجده في العالم. فطبعا مهم جدا موضوع ده التوعيه. يعني ايه التوعيه؟ يعني التاريخ المرضي في العيله. احنا صعب ان احنا نعمل تحليل جيني لكل الامراض الوراثيه، مش الدوشان بس، هي في امراض وراثيه كتيره. والامراض الوراثيه كلها تقريبا في نفس الباترن، يعني احنا بنتكلم في نفس الشيء. فهو مش هيتعمل تحليل جيني لكل البشر لكل الامراض الوراثيه. تمام. انما هو الفكره كلها سكريننج. يعني ايه سكريننج؟ يعني عيله معروف ان هم عندهم تاريخ مرضي، ان عندهم مشاكل الاولاد بيتاخروا في المشي. تمام. ان عندهم مشاكل ان مرض متكرر في كذا طفل في العيله بنفس الطريقه. تمام. لا خلاص العيله دي تركز ان هو اولا لما يخشوا على مرحله زواج، سواء كان زواج طبعا يا ريت نتجنب زواج الاقارب طبعا، لان ده بيزود فرصه الاصابه. تمام. بس حتى لو ما كانش حتى اقارب، ما دام في تاريخ مرضي في العيله، هم دول اللي يتوجهوا للفحوصات الجينيه اللي تخص المرض اللي موجود في العيله دي. تمام. دكتوره هايدي احنا حضرتك نورتينا وشرفتينا النهارده، واحنا وصلنا لختام الحلقه وعدت بسرعه، ونتمنى ان شاء الله ان نكون افادنا المشاهدين بالقدر الكافي. وطبعا اعزائي المشاهدين انا احب انوه ان المرض هو ليس النهايه، اما الاستسلام له هو النهايه الحتميه. ان شاء الله يعني يكون في امل جديد، ويكون ان شاء الله في مستقبل كبير لابنائنا وبناتنا، وعلى امل ان شاء الله ان يكون في علاج متوفر في الفتره المقبله يغطي كل الحالات اللي موجوده في مصر. تصبحوا على خير ونشوفكم في لقاء جديد. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.